تعالى وبركاته يا أصدقائي الأعزاء. في الفيديو الجديد سوف ننجز لكم تمرينا في الرياضيات. لدينا هنا سطرين، السطر الأول فيه عدد الأطفال، لدينا 5 3 8 2 1، والسطر الثاني عدد الأسر 5 5 17 أسرة، 3 7 3 49 أسرة، 8 6 أسر، طفلان 2 أسرتان، طفل 12 أسرة. أحدد عدد الأسرات التي أكبر عدد من الأطفال. سوف نذهب إلى السطر الأول، عدد الأطفال، هل 5؟ هل 3؟ أو 8؟ أو 2؟ أو 1؟ أي هو الأكبر؟ هل 5؟ أو 8؟ إنه 8. سوف نكتب 6. سوف ننتقل إلى الثاني، عدد الأسرة التي لها أقل عدد من الأطفال. أقل عدد، سوف نذهب إلى السطر الأول، عدد الأطفال، 5 أو 3 أو 8 أو 2 أو 1، إنه 1. سوف نكتب 12. عدد الأطفال الذي لدى أكبر من 10 أسر. لم نتكلم عدد الأطفال، هل 5؟ غلط. هل 3؟ خطأ. هل 8؟ هل 12 أو 2 أو 6 أو 6 أو 49 أو 17؟ إن لم 5 6 أو 2 لم نتكلم معها، لأنه أصغر من 10. سوف نكتب 5 + 1 + 2 = 9، +3 وليس 2، +3 خطأ يا أصدقائي، 5 + 1 + 3، 5 + 3 + 1 = 9. ونكون انتهينا هذا الفيديو يا أصدقائي، ولا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد وجديد، وسبسكرايب وصابوني وفي قناتنا بروفايل، وإلى اللقاء، لا تنسوا الضغط.